متابعينا من ساحات المركز الإسلامي في فيينا، نحييكم لننقل لكم هذه الأجواء الجميلة. الحمد الله أكبر الله أكبر. بجنن ما شاء الله، بجنن ما شاء الله. الله يعز الإسلام والمسلمين يا رب، ويوفق الدول هون مستقبلتنا كمان، وال يعني مستقبلتنا وحاطتنا ودايرة بال علينا. هل بس صراحة أول عام أشوف الزحمة هذه بالشكل هذا، يعني رهيب ما شاء الله، وإن شاء الله ربي يزيد أعداد المسلمين. والله أنا أول مرة بنعيد في النمسا وانبهرت بكمية الناس ما شاء الله، تفاجأت. إن شاء الله هيك يا رب، يديم السلام وديم الأمن والأمان ويحفظ البلد. إن يا رب نطلب هالناس إن شاء الله هيك تضل واعية يعني، وحافظين هيك على الأمن والأمان هون بهالبلد هاي. شيب سبارس دكم حكومتها نمساوي. Also wir können das sehen. Ich wünsche alle jeden Muslim und nicht Muslim Eid Mubarak. وهن جميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم. ده أختار مبارك تقول ده نادم مسلمان تواهما، وخصوصا ده وتريش ده جالس حاجيرة ما ننا زيادة. أجواء العيد كله يعني الحمد لله رب العالمين، كله يعني بتحس حالك ماناك يعني ماناك بلد غريب يعني. عن جد إحنا جايين جديد، ما تفاجأنا بهالشيء هذا كله، ما شاء الله ما شاء الله. بس لما اليوم اجيت حتى ما توقعت انه في كثير عالم مثل هيك، وقلبي هيك بينفتح لما بشوف العالم انه في كثير مسلمين بهالدنيا. كل الشكر والتقدير للدولة النمساوية على الأمان والسلام، وندعو ان الله يخلص سوريا من هالظالم اللي فوقها وهالظلم وهالعصابة المجرمة اللي استباحت دماء الشعب السوري واستباحت أراضي الشعب السوري. ان شاء الله هيك يا رب. انا كثير هيك مبسوط بهالمنظر هذا، يعني انه العالم يعني مثل ما لك شايف اخي الكريم، عم نصور مثل ما لك شايف اخي الكريم، العالم قديش هو منظر حلو يعني هيك الحمد لله. ايش كومي اوس غينيا ويست افريكا هويت اس بايرام تيست في اسيند على داس مفايم سو زمن فاين. يا انا بحب العيد وهيك كفاميليا شو اسمه نحتفل وناكل مع بعض ونعطي شو اسمه عيديه وهيك. التمت العالم بسوريا تفرقت والتمت هون الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، هذا كله من فضل رب العالمين. كل سنة طيبين إن شاء الله، كل عام أنتم بخير على المسلمين. كل سنة طيبين والمسلمين جماعة بخير يا رب. بيقولوا إن إحنا في غربة، بس النهاردة مش في غربة خالص، لأن بجد المنظر دوت يحسس إحنا أحسن من بلدنا والله. كل سنة والأم الأسمياء كلها بخير. الجو بجد هنا جميل يعني، في روح كده وفي جو حلو يعني، حسسنا فعلا إن إحنا أمة كده. وين شان الله؟ فقرات. السلام عليكم. كل عام أنتم بخير وصالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وما في أمراض كورونا نفس السنة الماضية، كنا لازم نلبس كمامات وهيك. ما شاء الله أجواء طيبة، ذكرتنا ببلادنا يعني بصراحة. يعني ما شاء الله تبارك الله، أعداد كبيرة من المسلمين من كل الجنسيات من كل الألوان ومن كل اللغات. إذا قلت لسه ما لميت شمال، الله يلم لك شملك بسرعة يا رب. كل وجه تطلع فيه يعني بنور ما شاء الله كثير. يعني أنا بصراحة تأثرت، أنا جاية بس زائرة لفترة قليلة، جاية أحضر مؤتمر، بس كثير يعني انبسطت. هاي الوقفة هون في المسجد تسوى كل الرحلة بشكل عام. هون حلوة بفيينا، وخاص نص عند المجمع الإسلامي، هون كل المسلمين بتجمعوا بهموات أس هربار ديغوري بزرقمون شوت بوشين. Es ist unglaublich, es gibt so viele Leute. الآن جمعة كبيرة، فواحد بحسب أجواء العيد خصوصا بأوروبا يعني. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. I don't speak I don't speak English French Alman. Heute so viele Menschen da. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Es war noch nie so voll. Also ich bin hier geboren, seit 30 Jahren da, und es war in diesen Dimensionen niemals zu beobachten. احنا عندنا يقول المثل ما فيش عيد الا باليمن. وانتم بخير؟ ان شاء الله بث مباشر.
عندي عيد نو. الأجواء العيد كتير حلوة، بس بعيد عن الأهل يعني واحد صح إنه مبسوط يعني إنه هون في الأهل، بس الأهل لساتهم كمان في سوريا. هالزي المغربي الجميل. تونس. تونسي. تونسي. توجه في الخريطة. الله يحميك وبارك فيك يا رب. كل عام وأنتم بخير. أريد الجوز. هو اللي يريد الجوز. وين بعرض أريد الجوز ذاك. والله يا شباب كنا هنا فئة الشباب في فيينا كنا نعاني من العنوسة. أطلب من بنات الحلال قبل شوفنا المقطع أخواتنا المسلمين هنا في حال إلى زواج مكتمل. لحقت الحمد لله لحقت من بداية الصلاة وصلينا صلاة العيد وعم نستنى لك صلاة الجمعة وهيك يحل الفرح على الجميع إن شاء الله نرجع لبلادنا. تعال كنا بدنا نتجوز يا شباب. حتى عذر يتجوزون يريدون. هذا منكم حاب يحكي يتكلم. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ العالم. شيء نفتخر به ما شاء الله من جميع الطوائف والكافة الأعراق. دير الزور العقيدات عيال الأبرز أشحيل إيه بالله. إحنا جينا بال 2015 يعني جوز كنا معدودين ما شاء الله يعني شيء يثلج الصدر. والله أجواء العيد حلوة إيه بالله. والله عيد تمام. لا ما شاء الله جوا غير شكل. نحن سوريين الأحرار عيدنا الكبير يوم بيسقط الطاغي ومنشوفه محاكم في محاكم الجنايات الدولية. طبعا عدد ما شاء الله كبير يعني ممكن يكون فوق 50,000 واحد. بونجور كما سافا سافا بيان بيان سي ريغارد لو سريش ريغارد كو ايل في الي سي سي تري تري جولي بام بو تري جولي اون ميرسي بوكو اورفار. كوني اول مره اجي هنا على المجمع لا ما شاء الله احس حالي يعني انه مثل كاني عند اهلي الصراحه. بس لل عنده عيله هناك بسوريا يعني متأثر شوية يعني اللي تارك أطفال واللي كان. بعدين مع هالربوع تفضل إن شاء الله بعدين على الكورس. مثل ما تشوف هالناس محتفلة وهذا عيد يعني سنوي يعني إن شاء الله يعم الأمن والأمان على دولنا العربية مشان غيبت الأهل تعرف أنت متغربين بس لكن الحمد لله رب العالمين. إحنا هنا كلنا أصدقاء وربنا يديم علينا الخير إن شاء الله. الله يديم المحبة ويفرج على البلاد المسلمين. شو رسالتك اليوم أبو سميح؟ تفضل لعند أبو سميح. وعده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركة إن شاء الله. بجنن بجنن بجنن. أنا كنت يعني بكل سنة كنت بجي بس ما كانت هالأعداد كلها. يعني العاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وأهالينا بسوريا وإن شاء الله نعود لبلدنا. أسعد إنسان في الوجود. أجمل يوم ما شاء الله اليوم. ميجا الله سبحانه وتعالى ونزا فاستنا كتبتين. صحنا بأوروبا إحنا وهذه بس أسعد الدنيا بخير الحمد لله يعني. إيه بالله. Man sieht wirklich die Umma wächst und Alhamdulillah. هلا جمعية تكافل هي ناشطة بسوريا وخاصة بالشمال السوري تجمع تبرعات بناء منازل كفالة أيتام تعليم كفالات شهرية للأيتام والأرامل وللمحتاجين تقديم بعض المساعدات الطبية. العدد كبير جدا أنا كم سنة لكن هذا اليوم ما شاء الله نظرا لزيادة الأخوان المسلمين وربنا يحفظ لنا في بلاد الغربة إن شاء الله. عيد سعيد على الأمة الإسلامية ويحفظ دماء إخواننا في السودان وفي اليمن وفي كل مكان. والله الحمد لله كان يوم كتير حلو فضيل والحمد لله أمنا بالتعليمات اللازمة واستقبلنا العالم كان شفت عينك كتير عالم والحمد لله تعاملنا مع الناس كل رفاهية وقمنا بالتنظيمات اللازمة لهذا الشيء. قالت كما قال الشاعر هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدة فهذا سيد الأيام سيد الفرحة وسيد السرور. مع نهاية وقاع صلاة العيد هذا اليوم المبارك نختم لكم بأطيب التمنيات أن يجعله الله سبحانه وتعالى عيد سعيد على الجميع. يا ابو العيد المر عليكم مر علينا يا ابو يا ابو يا ابو العيد المر عليكم مر علينا مر علينا يا فرح للناس لكن مر علينا يا طارش بيوم تلهج يا طارش يا طارش اي والله يا طارش بيوم تلهج مر علينا يا وتحملك سلام عند الاحباب.